الاسبوع عادي، بس يوم الخميس الفرق بين اللي هو ايه صباح الجمعه اجازه وبتاع، فالناس بقى كويسه مرتاحه شويه. بخرج مع اصحابي بقى ونروح في اي حته جديده، مكان جديد مثلا ما نكونش رحنا قبل كده، بس بحاول ان ابسط نفسي يعني. يوم الخميس بدايه الاجازه، بعد صلاه الجمعه مفيش اجازه خلاص، انا عندي اجازه يوم واحد في الاسبوع. الخميس حاجه حلوه عشان ورا الجمعه اجازه، والسبت بقى الدنيا خفيفه والمواصلات رايقه وكده يعني. لا خروجات بقى مع اصحابي بتاع كده يعني في اللذيذ. كل يوم بسجل. السلام عليكم. اي حاجه بقى متاخر بس بنزل اتفسح مع اصحابي، العب بلاي ستيشن كده، بنتفرج على ماتشات ونلعب كوره يعني وكده. اصل الخميس ده احنا واصحابنا بنتقابل وبنخرج، خروجات ولعب وحركات بس مش اكتر من كده بس يعني، مع اصحابي خروجات الصبح، مدرسه مع زمايلي يعني. يوم الخميس ده يوم حلو يعني.